ورحمة الله وبركاته، شكري وتقديري إلى قناة الأحوازية والقائمين على إدارتها، وشكري وتقديري إلى كل أبناء الأحواز، وشكري إلى كل المشاهدين والمتابعين. اليوم موضوعنا موضوع التكاتف، موضوع الأخوة، وهاي كلمة مهمة عندنا في الداخل. وأترجى شيوخنا وشيوخ العشائر، شيوخ القبائل اللي يتوحدون في كلمة الوحدة ونحل مشاكلنا، والعدو دعا يستفاد من عندنا، اللي في المغافر وفي المحاكم دعا نخرج فلوسنا، ودعا يريد يذل أبنائنا، ودعا يسوي لنا مشاكل أكثر وأكثر، وكل شيء ما نستفاد. وإحنا نريد من عندكم يا أبناء الأحواز في الداخل، نريد من عندكم كلمة الخوة، كلمة التسامح، كلمة اللي ما يظل بغض في قلوبنا. إحنا كنا اسم واحد من قبيلة واحدة، وكنا تجمعنا الإيمان والخوة، وهاي عندنا شيء كلش مهم. اريد من عندكم اللي العدو دعا يستفز ودعا يخرج فلوسنا ودعا يريد يذلنا ودعا يخلي ابنائنا في المحاكم، الخطير اللي يشيل اخوك ويخلي العدو يجي يصير جارك ويأذيك وحتى انت تشيل. يا ابنائنا اريد من عندكم كلمة الوحدة، وهي كلش مهمة. اريد من عندكم اللي تصافوا قلوبكم وايد وحدة، ونسامح من كل شيء. اشمح للأهل من توقف ايد بايد وشكل سيف اللي يقص حتى طود الحديد. انخ اخوك وابن عمك حتى لو بعيد يمشي على النار ويطفيها، يمشي على النار ويطفيها. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحاول النظام الفارسي المحتل وخططه العنصرية زح أبناء قبائل شعبنا في اختلافات قبلية وطائفية لكي يتنازعوا فيما بينهم، وبالأخير لتخليص منهم بطريق عدة، ومنهم شراء بعض الرخص النفوس المقربين من رؤساء وشيوخ القبائل لكي يكونوا تنافس وتحدي بين القبيلة وقبيلة الأخرى على التعصب القبلي المرفوض وإشعال الفتنة الطائفية بين المذاهب الإسلامية في الأحواز، وبالأخير تجر إلى نزاع مسلح فيما بينهم. لكن أبناء شعبنا هم بالوعي الكافي حول ما يدور حولهم. رجائي ورسالتي من أبناء شعبنا الكبير والصغير الالتزام بالروح الوطنية والتسامح الأخوي، لكي لا يستطيع النظام تخليص منهم بطريقة المنعولة، وبالتالي جركم إلى المحاكم الفارسية وسجن أبنائكم ودفع المبالغ العالية الثمن بحجج إطلاق سراح المتنازعين أو تهجيرهم أو تبعيدهم من ديارهم إلى المدن الفارسية. وأنا على يقين إن شعبنا بكافي الوعي وإثبات على الأرض واستمرار مقاومتهم ضد الخطط الفارسية العنصرية البشيعة عشتم وعاشة الأحواز المقاوم والصامد ضد المحتل وأفكاره التي تهدف إلى تهجير أبنائنا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.